كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحه. كابتن عبد الحميد بسيوني السنه دي كان في بدايه الموسم ماسك الجيش، وبعدين راح مسك المحله، ودلوقتي ماسك سموحه. كابتن عبد الحميد بسيوني ارسل شيك لنادي المحله بالشرط الجزائي، انتوا عارفين كان في شرط جزائي في عقد الكابتن عبد الحميد بسيوني مع غزل المحله، فكابتن بسيوني راح درب السموحه وبعت النهارده شيك لغزل المحله عشان يدفع الشرط الجزائي. نروح